بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم سيد رئيس المجلس باسم مجلس الإسلام العربي، السادة أعضاء وممثلو وفود الجمعيات العربية، أيها الحضور الكرام، كل باسمه وجميل واسمه، إنه من دواعي الغبطة والسرور أن ألتقي معكم في هذه الليلة المباركة على جنبات رياض اللغة الفصحى، نستنشق من عبيرها ونغذي أرواحنا من نميرها. إن لسان حالي لينطق وذو الشوق القديم، وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. أيها الإخوة الكرام، إن لغتنا التي هي سيدة اللغات تشتمل على كنوز وفيرة ودرر بهية، مما يخولها أن تكون لغة العلم عالميا ومحليا وإقليميا. وليس قول حافظ إبراهيم ببعيد عنا: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعراتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسمائي بمخترعاتي، أن البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. سيد رئيس المجلس، السادة الأعضاء، السادة الحضور الكرام، أعبر لكم جميعا باسم رئيس الجمهورية سيد محمد ولد الشيخ رازواني، وباسم معالي الوزير الأول المهندس إسماعيل واللبدة والشيخ سديا، وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين، عن أحر التهاني وأصدق التشكرات لما تقومون به من جهود مشكورة تجاه هذه اللغة الكريمة. وأنا على يقين أن هذه التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستؤتي أكلها ضعفين بحول الله. وأؤكد لكم أن الحكومة تولي أهمية بالغة في موضوع إحياء هذه اللغة الكريمة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته بهذا الصدد. أيها الإخوة الكرام، إننا ونحن نضع اللمسات الأخيرة على هذا الحفل البهيج، ونشرف على توديع الأحبة والإخوة، ونقاسي من ذلك ما نقاسي، لنجد أنفسنا أجدر بقول أبي الطيب المتنبي: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. وأجدر منه بقوله: نودعهم والبين فينا كأنه قلب لأبي الهيجاء في قلب فيلقي. وأجدر منه بقوله: لا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم. أيها الإخوة الكرام، أعلن على بركة الله اختتام هذا الحفل البهيج بالصلاة على أفصح من نطق بلغة الضاد، نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله.